السلام عليكم تلاميذ الصف الثالث، وياكم الست حنين، المدرسة العراقية الألمانية، فرع ذيقار. راح ناخذ درس جديد بالعلوم. أخذنا بالدرس السابق الطول، وعرفنا شنو وحدات الطول، وكلكم قستوا طولكم، كل واحد على قياس طوله. اليوم راح ناخذ الكتلة. الكتلة، معنى الكتلة يعني الوزن، قياس الوزن لكل جسم كتلة، معنى يعني لكل جسم وزن، والكتلة هي مقدار ما يحويه الجسم من مادة، وتقاس كتل الأجسام بالميزان، ووحدة قياس كتل الأجسام الكبيرة هي الكتلة. هي ماما هذا التعريف اللي محددينه هسه بالأحمر، اللي جوا خط أحمر هذا تحفظونه. الكتلة هي مقدار ما يحويه الجسم من مادة، وتقاس كتل الأجسام الكبيرة بوحدة الكيلوغرام، أما الأجسام الصغيرة بوحدة الغرام. عرفنا انه اذا اريد نقيس الكتلة اذا لازم نعرف ايش قد الوزن. افترض انه كان هناك حقيبتان متماثلتان، يعني حقيبتان متشابهات في مظهرهما تماما، ولكن عند محاولة رفعهما تبين انهما مختلفان. من رفعنا هاي الجنطتين المتشابهات عرفنا يختلفن بالوزن. فإحدى طرائق وصف الحقيبة ذكر كتلتها، يعني ذكر الوزن. والكتلة هي كمية المادة الموجودة في الجسم، والأجسام جميعها لها كتلة ولكنها تختلف في كتلتها. فالأجسام الثقيلة لها كتلة أكبر، يعني الأوزان تختلف. أنت وزنك يختلف عن وزن زميلك أو زميلتك، الجنطة تختلف عن وزن الرحلة مثلا. فالأوزان مختلفة، الكتل مختلفة. فكتلة السيارة هسه مثل ما جاي يشوفون في هاي الصورة تختلف عن كتلة الدراجة أو كتلة الحقيبة، وكتلة التفاحة الكبيرة أكبر من كتلة التفاحة الصغيرة. زين، إذا تفاحتين متشابهات تقريبا بالحجم، بهاي الحالة شلون نقدر نعرف قياس الكتلة؟ لازم نحتاج ميزان. أداة قياس الكتلة هي الميزان. قلنا مثل ما ذكرنا أداة قياس الكتلة هي الميزان، نقدر نعرف الوزن من خلال الميزان. الميزان ذو الكفتين هو أداة لقياس الكتلة. أكيد كلكم شايفين الميزان اللي يستخدمه الخضار يوزن الخضروات والفواكه، هو ميزان يتكون من ذراعين يثبت عليهما كفتان. هاي أحد هاي الذراعين يخلي عليها مثلا الفواكه والخضروات، والكف الثاني يخلي عليه الأوزان أو الأثقال، كلكم شايفينها. في وسطهما مؤشر، هذا المؤشر يأشر إذا الوزن صحيح، إذا الوزن زايد، إذا الوزن ناقص. فالميزان ذو الكفتين هو أداة تستخدم لقياس الكتلة، ويتكون من ذراعين يثبت عليهما كفتان، في وسطهما مؤشر. هذا درسكم الجاي، الكتلة وأداة قياس الكتلة، صفحة 104 وصفحة 105. واللي يقدر يقيس وزنه يقيس وزنه ويجيب لي اياه مثل ما قست الطول بهذاك الدرس، واللي ما يقدر ماكو مشكله نجرب نقيسه بالميزان الموجود عندنا. وهذا درسكم لهذا اليوم، مع السلامه.